السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم إخوة الكرام؟ معكم الأخ هشام هاشم. اليوم إن شاء الله سوف نشرح لكم تطبيق يقوم بتقديم مكالمات بالمجان دوليا عن طريق بعض يعني اتباع بعض المهمات التي يقدمها، ثم كلما يعني جمعت النقط كلما زادت المكالمات بالمجان دوليا، بمعنى في المغرب أو خارج المغرب أو في الشرق أو في الغرب أو أينما يوجد الاتصال سوف تتم الاتصال بالمجان. اولا بعد ما ستدخلون الرابط الاسفل الفيديو سوف ننقر على يعني تدخل الى جوجل بلاي ثم تنقر على انستال. تمام، بعد ما تنقر على انستال طبعا سوف يامرك باكسبت، هل تتوافق على الاتصال الى اخره هكذا، ثم ننتظر حتى يقوم بتثبيت نفسه على النظام الخاص بالاندرويد. تمام، وهذه الطريقة ليست مخالفة، يعني فقط بعض المهمات، ليست سرقة أو شيء من هذا القبيل، بعض المهمات التي سوف تقوم بها إن شاء الله بسيطة جدا، فسوف تفوز فيها إن شاء الله في بالنقط والاتصال، وهذا إذا كنت محترف في الترويج للتطبيق فسوف يكون لك يعني سوف يكون لك يعني ماذا يعني سوف يكون لك نقاط عديدة. ثم ننتظر حتى يقوم ب تثبيت جوج. تمام، ثم سوف نقر على اوفرير لفتح التطبيق. انا سابقا يعني قمت بالاشتراك، بعد ما قمت بالاشتراك طبعا سوف نبدا الخطوه عاديه الان، وطبعا اشتركت فقط اليوم، يعني لم يسبق لي ان قمت بتجربته كثيرا، فقط اليوم جربت بعض الامور فقط. ثم الان هذه الواجهه، سوف نختار الدول، الدوله فرنسا، المغرب، المانيا، اينما كنت. تمام، سوف اختار ماروك على حسب يعني الرقم الهاتف الخاص بك. ماروك، انا مغربي في الماروك، ثم سوف اركب رقم الهاتف، يعني انا دوليا بلس 212، ربما فرنسا بلس 33، امريكا بلس 44، مكان اخر الله اعلم، المهم انا مغربي بلس 212. تمام، سوف انقر هنا على اللون الاخضر. تمام، سوف يقوم بارسال رساله الى الهاتف، ولكن انا قمت كما ذكرت لكم آنفا أني قمت بالاشتراك سابقا، فما علي إلا تركيب رقم سري. فأنت بعد ما تشترك سوف تأتي لك نفس هذه الصفحة أو نفس هذه الواجهة، سوف يخبرك بإضافة ذلك الكود الذي سوف يأتيك من الرسائل على الجوال، تقوم بتركيب به مع رقم السري السري الخاص برقم الهاتف. تمام، فأنا قمت بتركيب رقم السري الخاص بي هكذا، كونكتي. تمام، وننتظر. انا الان اشتركت اصلا. بعدها ستظهر لك واجهات الاتصال، فانت او انا ليس لي مكالمه، ليس لنا نقط من اجل الاتصال، فسوف نقوم مباشره على كريدي باللون الاحمر. تمام، ثم عندي بعض المهمات التي سوف اقوم بها، وكما تلاحظون يعني فقط ظهرت بعد يعني اربع مهمات، وانا الان دخلت الى الخاص بالبروفيل، يعني الخاص بالاعدادات الخاصه بي. هنا سوف اضع الاسم الخاص بي او يعني من انت، رقم الهاتف، الادرس، ايميل الى اخره، فهذا لا يهمني الان، ولكن اذا قمت بتطبيقها سوف تربح 300 نقطه. تمام، في هذا المكان يعني مكان خاص ب سوف نجربه كي تفهم، هذا المكان خاص ب اتباع بعض الاوامر، يقول لك انستال هذا الكلينر، قم بتثبيته على الهاتف وسوف تفوز ب سوف تفوز ب 300 نقطة. تمام، اذا قمت بتثبيته فانا يعني سوف اتراجع. ايضا في هذا المكان الخاص بالانفيتاسيون، يعني إذا رسلت لأي شخص على الواتساب أو الفيسبوك أو مكان،
سوف يعني كلما اشترك أي شخص من هذا الرابط سوف تفوز بألف نقطة. مثلا هنا الواتساب أو الإس إم إس أو يعني إضافة أي موقع مثلا الفيسبوك على أين تقوم بالنقر عليها مباشرة، سوف يأخذك إلى المكان الخاص بالواتساب. ما عليك إلا النقر عليهم، اختيار العديد من المجموعات أو اليوميات، ثم النقر على أكسبت وتنتظر حتى يتم تحميله، وأنت سوف تكسب في كل واحد 1000 كريدي. تمام. أيضا في هذه الأعلى روجر دي دي بوب يعني إشهارات فيديو، أنت فقط انقر من مشاهدة الفيديوهات وسوف تربح من 10 إلى 30 نقطة. ايضا في هذا المكان ابي انستالي ليزابليكاسيون، يعني في هذا المكان اي تطبيق تم تقديمه اليك قم بالنقر على نيكست، ثم سوف ياخذك الى التطبيق وقم بتثبيته وانت سوف تفوز ب 120 نقطه والعديد من المهمات الاخرى التي سوف تاتيك كل يوم، عليك الى اتباعها. بهذه الطريقه ان شاء الله سوف تفوز بالنقط، وإن شاء الله سوف تقوم بالاتصال يعني مع الدول كلها إن شاء الله. وأعتقد قد انتهيت، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.